إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، معاشر الإخوة، نحن مع الدرس الرابع في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب اختصار سيرة الرسول للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وتعلمون أن أهل السير اعتنوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته، وبعضهم حتى ما قبل الولادة. ولذا مرحلة النشأة أو الولادة والنشأة والطفولة والشباب كانت فيها أحداث تهيئ لما يستقبل من مرحلة النبوة. ونحن مع المرحلة الأخيرة مما قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فمن الأحداث التي حصلت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وفاة أمه آمنة بنت وهب، حيث كانت في زيارة لأخواله في يثرب التي تسمى بعد ذلك المدينة، وفي مرجعها إلى مكة وفي مكان يقال له الأبواء أدركتها المنية فتوفيت، وكان عمره آنذاك 4 سنوات وقيل 6. ولذا حضر جده عبد المطلب ورجع به إلى مكة، وبقي في رعاية جده وكفالته إلى أن توفي جده وعمره 8 سنوات. وكان جده يحتفي به احتفاء عظيما وينبه من يتعجب من احتفائه دون بقية أبنائه وأحفاده، قال: إن ابني هذا سيكون له شأن، حتى إنه كان يميزه على بنيه وأحفاده. وبعد وفاته أوصى به إلى عمه أبي طالب، وأبو طالب هو شقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فاعتنى به ورعاه وكفله. وبعد أن بعث صلى الله عليه وسلم كان لا يزال في رعاية عمه وحمايته، ونفع الله سبحانه وتعالى بهذه الكفالة وبهذه الحماية. ومع أنه كان على دين قومه، إلا أنه قام بحماية النبي صلى الله عليه وسلم والقيام عليه بشيء يشك أنه كان مؤمنا، حتى إنه جاء في بعض أشعاره ما يدل على قناعته بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مع ذلك ولحكمة أرادها الله
مات على الشرك. وفي أثناء هذه المرحلة وحين كان عمره 12 سنة خرج به عمه إلى الشام في تجارة، وقبل أن يصل إلى الشام وتحديدا في مدينة بصرة وهي تقع في جنوب الشام وهي الآن موجودة في دولة الأردن، التقت القافلة براهب نصراني يقال له بحيرة أو يلقب ببحيرة واسمه جرجيس، وكان يضيف من يمر به، فأضاف هؤلاء القوم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف فيه دلائل النبوة وعلامات النبوة، وكانت العير قد ظهر لهم من الدلائل في هذه الرحلة ما يدل على اصطفاء الله سبحانه وتعالى به. وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أن من هذه الدلائل ما ثبت بأسانيد صحيحة، ومنها الغمامة التي كانت تظله في سفره دون غيره، ولما نام تحت شجرة غصن الشجرة تدلى حتى يظله من الشمس، وغير ذلك من الأمارات والعلامات التي تدل على أن هذا الإنسان له مزية على بقية أو على غيره. فأوصى بحيرة هذا، أوصى عمه أبا طالب أن لا يدخل به الشام وأن يعيده إلى مكة، فتعجب من ذلك وقال له لماذا؟ قال لأن بالشام يهود وإني لا آمنه عليهم، لأنهم سيلاحظون فيه صفات النبي المبشر به، وهم قوم أهل حسد يريدون النبوة أن تكون منهم وفيهم، فإن شعروا أنها في غيرهم فلا يؤمن مكرهم وكيدهم. وفعلا عمل بنصيحة هذا الراهب فأعاده إلى مكة ولم يدخل الشام. ولما بلغ عمره 25 سنة خرج مرة أخرى إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت امرأة وجيهة وغنية وثرية، وأرسلت معه غلام لها يقال له ميسرة. فحصل في هذه الرحلة وفي هذه التجارة أمور لفتت الانتباه وأثارت العجب، ورأت من البركة في هذا الاتجار وهذه الرحلة. ولما رجعت القافلة أخبر غلام خديجة ميسرة بما رآه من الصفات الحميدة والسجايا الخيرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلخير أراد الله سبحانه وتعالى به هذه المرأة رغبت في الزواج منه، وكان عمرها آنذاك 40 سنة. فأرسلت إليه من يعرض عليه الزواج منها، فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم
استشار عمومته، وكان لا يصدر في أمر حتى يستشيرهم وهم أصحاب الرأي ووجهاء قريش، فأشاروا عليه بحسن الاختيار، وأن هذه المرأة الكل يتطلع للزواج منها، فتزوج منها رضي الله عنها، وأنجبت منه 7 أبناء أو 7 أولاد، 3 أبناء ذكور و4 بنات إناث، وهي أم أولاده سوى إبراهيم، وإبراهيم ليس من زوجه وإنما من سرية. أما زوجاته فلم ينجب له من زوجاته إلا خديجة رضي الله عنها، أنجبت له القاسم وهو أكبر أبنائه وهو الذي يكنى به، وعبد الله والطاهر، وقيل إن الثاني والثالث هما شخص واحد ولكن الطاهر لقب، لكن المشهور أنهم 3، وكلهم توفوا وهم صغار قبل بعثة صلى الله عليه وسلم، أقصد البنين. أما البنات فهن رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها، وكلهن بقين إلى ما بعد بعثته، بل ما بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، لكنهن توفين قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة رضي الله عنها فتأخرت عنه 6 أشهر ثم توفيت رضي الله عنهن أجمعين. فهؤلاء هم أولاده، وهؤلاء أولاده الذكور والإناث. بعدما بلغ سن 40 جاءه الوحي، وهذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يرزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في دار كرامته، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.